مباراة قوية جدا في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة. عيلة غانم العباسية القاهرة 40، عيلة سيف المقطم القاهرة 40. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة، فقرة المعرفة، أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. من مكاننا مش عايزين نتعب مدام هنا. أول سؤال معلومات عامة ما بين الأستاذ سعيد والمهندس خالد. منى سيبي الورقة والقلم. أيوة، ملكيش دعوة بحاجة خالص، سيبي بوك الواحد. معلومات عامة، والسؤال هو: سرق فينشينسو بيروجيا إحدى اللوحات عام 1911 من متحف اللوفر، فما هي؟ فينشينسو بيروجيا. أستاذ سعيد إجابتك. زهرة الخشخاش. إجابة خاطئة. أستاذ خالد. الموناليزا. الموناليزا طبعا. الموناليزا إجابة صحيحة طبعا. هو سرقها علشان كان معتقد إنها لملكة إيطالية، اتقبض عليه بعدها بسنتين واتسجن 7 شهور. الحادثة دي كانت السبب في شهرة الموناليزا، اللوحة دي. نتيجة اتغيرت 50 عيلة سيف، 40 عيلة غانم. رياضة سعيد وعمر، عمر وسعيد. رياضة، والسؤال هو: من هو اللاعب الوحيد الحاصل على لقب هداف دوري أبطال إفريقيا في 3 نسخ متتالية حتى عام 2023؟ حصل عليها إجمالي 5 مرات. الوحيد اللي حصل عليها 5 مرات مين؟ أبو تريكة. أبو تريكة سجل 31 هدف في تاريخ البطولة، هو الهداف التاريخ المصري، ولكن مش هو. إجابة خاطئة. طلع لك أبو تريكة برة. أيوة خلاص، سهل لك المأمورية. مين بقى؟ فلافيو. يا نهار أبيض، عماد متعب. يا نهار أبيض، كانت في دماغي. سعيد في دماغي وبردش شايع. إزاي؟ توتر. سعيد طبعا إجابة قنبلة مش خاطئة. طبعا الأسطورة المصرية الكابتن محمود الخطيب، 81، 33 6 أهداف، و82 6 أهداف، و83 6 أهداف، 3 سنين ورا بعض. المرتين اللي قبلهم في 77 كان عنده 4 أهداف، و87 كان عنده 5 أهداف. إجمالي أهداف كابتن محمود الخطيب في دوري أبطال إفريقيا 28 هدف. وفرصة لحقيق كابتن محمود الخطيب. في أرقام كده محدش عارف يكسرها لكابتن محمود الخطيب، بيبو بس هي كده. وخد أحسن لاعب 83 بالظبط كده. السؤال اللي جاي سؤال في التكنولوجيا، منى وزياد، زياد ومنى. تكنولوجيا، والسؤال هو: تعد مارك 1 أول دبابة قتالية تستخدم في العالم، فما هي الدولة الأوروبية التي قامت بتصنيعها؟ ألمانيا. طبعا توقعت. ألمانيا إجابة خاطئة. توقعت إنها ألمانيا طبعا. منى. إنجلترا. إجابة صحيحة. استخدمت لأول مرة في الحرب العالمية الأولى. أصل طبعا أنا عارف إنك هتروح لألمانيا على طول، عارف. النتيجة اتغيرت 50-50. آخر سؤال مدام منى وسيف، سيف ومدام منى. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 3 × 3 × 6 × 9 يساوي كام؟ 3 × 3 × 6 × 9 486.
486. أنا قلت الأول 486. المشكلة حضرتك ما دوستيش على البازر. حضرتك قلت الإجابة من غير ما تدوس على البازر. معلش هارد لك، هي إجابتك صح. معلش أنا آسف والله. خلاص أنا آسف. عايش ما تزعليش. يعني بص محظوظ فيها، محظوظ فيها. أنت جاوبتها. بس هي عايز أقول لك حاجة، هي جاوبتها قبليك. ماشي، هي دي الحقيقة، ولكن قانون العبقرة ما نقدرش نعمل فيه حاجة. سيف، إجابة صحيحة. هارد لك يا مدام منى. معلش هارد لك. لا سيدي، كانت عايزة تجاوب السؤال. هي جاوبته خلاص، مش مهم النقط، مهم إنها جاوبته وجاوبته صح وبسرعة. وبسرعة بس عايزة تحدي مع نفسها، عايزة تجيب. بس عليك. لا مش مشكلة. النتيجة اتغيرت في آخر الفقرة، 60 عيلة سيف، 50 عيلة غانم. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. ما نستعجلش، الأسئلة مش سهلة، محدش يستعجل. أنا بقول لكم الأسئلة مش سهلة فعلا، عايزة شوية تفكير وتسمعوا المعلومات كويس علشان تجاوبوا صح. سينما ومسرح، والسؤال هو: فنان راحل قام بدور عباس الشدويلي في فيلم عنتر شايل سيفه، فمن هو؟ برضو خد وقتك. إجابتك عبد الرازق. هو عبد الرازق صح، بس اسمه إيه عبد الرازق؟ إبراهيم عبد الرازق. أيوة كده. أيوة كده. إجابة صحيحة، برافو عليك. فعلا إبراهيم عبد الرازق. كان بطولة عادل إمام ونورة، حاتم ذوالفقار ومصطفى متولي. اتعادلتوا 60-60. أغاني موسيقى، والسؤال هو: مطرب مصري راحل هو أول من غنى الليلة يا سمرة، فمن هو؟ مش محمد منير ولا أحمد منيب، بقول أول واحد مين؟ كارم محمود. كارم محمود؟ إجابة خاطئة، مش كارم محمود. في إجابة؟ ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. لا مفيش أي حاجة، دي كلمات فؤاد حداد وألحان أحمد منيب. محمد مين بقى؟ محمد حمام بتاع السويس. أيوة بتاع السويس. لو استنيت كنت هتسمع المعلومة مني. شفت بقى، مش أنا قلت لك ما تستعجلش. شفت بقى. لوحات ومعالم، والسؤال هو: في أي دولة اسكندنافية تقع نافورة جيفيون؟ السويد. السويد مستعجل قوي. منحوتات من الحيوانات ويرقصهم الإله الأسطوري جيفيون. أكبر نصب تذكاري في الدولة دي. السويد. إجابة خاطئة. أخد إجابة حالا. سعيد. النرويج. إجابة خاطئة. ماشي، الإجابة الصحيحة هي الدنمارك. طيب سؤال الأخير، سؤال حلو جدا لفيلم حلو جدا، سرعة البديهة، والسؤال هو: هو جرى ايه للدنيا؟ الناس كلها بقت في تبوات، امال مين اللي هيتضرب؟ هي جمله للفنان توفيق الدين باحد الافلام. الشيطان يعز. الشيطان يعز. اجابه صحيحه، برافو عليك. عن روايه نجيب محفوظ واخراج اشرف فهم. فيلم طبعا من الافلام العظيمه، نبيل عبيد، عادل أدهم، ونبيل عبيد، ونبيل عبيد وفريد شوقي. الديناري. 10 نقاط: 70 عيلة غانم، 60 عيلة سيف. تكافؤ، مفيش هزار يعني. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 130 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات.
هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.